ينساب ضيف رئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة اللي كتنظم هذا الملتقى الدورة الثالثة لزيت الزيتون اللي كتنظم الغرفة الفلاحية. كيجي بعد المجهودات اللي دارت على المستوى المخطط المغربي الأخضر، أي فيما يخص يعني المساحات المزروعة، المساحات المغروسة اللي كتوصل واحد 200,000 هكتار، الا انه كتبقى دابا الاشكاليه التسويق من اكبر المشاكل اللي كيتعاني منها الفاعلين، وبالخصوص التعاونيات الفلاحيه المنتجه لزيت الزيتون اللي كيهمنا، لان المشكل ديال التسويق اللي كيهمن عليه واحد 45% الوسطاء. حنا ارتئينا في هذه الدوره باش نعطيو للفاعلين والتعاونيات مجموعه من الطرق والتقنيات الحديثة للتسويق عبر الانترنت، عبر 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 الترميز ديال زيت الزيتون، باش تعطي لهم واحد القيمة مضافة أكثر وتكون معروفة أكثر في السوق على المستوى الوطني أو الدولي. الجدد العام جيدة جدا، فالإنتاج ارتفع بشكل مهم، وحتى على المستوى الجوده ديال الزيت، فالزيت ديال الجهه ديالنا تعتبر من اجود الزيوت اللي كاينه على المستوى الوطني.